طريقة وكيفية تفعيل ملء الشاشة في عرض تقسيم الشاشة، نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الميزات المتقدمة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على المختبر، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ملء الشاشة في عرض تقسيم الشاشة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل ملء الشاشة في عرض تقسيم الشاشة. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.